احيانا احنا في صباح الخير يا مصر حريصين دايما ان يكون عندنا النماذج الناجحه، النماذج المتفوقه في اي مجال ايا كان هذا المجال. تحدي مصر للصناعه ده عنوان المسابقه واللي نظمتها اكاديميه البحث العلمي، واللي سبق واستضفنا منها قبل كده مهندسين فازوا بالمركز الاول من جامعه المنصوره، صمموا اول روبوت لاطفاء الحرائق وبيشتغل كمان بالذكاء الاصطناعي. احنا مكملين طبعا مع حضراتكم النهارده العرض باقي مشروعات الشباب اللي فازت في تحدي مصر للصناعه. مشروع النهارده هو انتاج الخيوط المستخدمه في ماكينات الطباعه ثلاثيه الابعاد. الفريق القائم على هذا المشروع نفذه لان مصر بتستورد الخيوط مش بتصنعها. فليه بمنتهى البساطه في سؤال مهم جدا، انه ليه احنا ما يكونش ليا دور في صناعه مهمه زي هذه الصناعه؟ عشان كده مجموعه الشباب نجحوا واستغنوا عن المنتج المستورد ووفروا منتج محلي تكلفته قليلة جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المشروع ونرحب بديفيد مارك تيم ليدر الفريق المنفذ للمشروع اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. ديفيد صباح الخير عليك. صباح النور. يعني في البداية لو تشرح للمشاهدين اللي بتفرجوا علينا يعني إيه خط إنتاج لخيوط ثلاثية الأبعاد؟ الناس ممكن تكون مش مستوعبة قوي فكرة وجود شيء ملموس ولكن بيبقى عن طريق طباعة أو يكون ثلاثي الأبعاد. مظبوط. في البداية هي مكنة طباعة ثلاثية الأبعاد هي مكنة بتعمل مجسمات بلاستيك. المكنة دي عشان تشتغل لازم ندخل لها بكر بلاستيك، فاحنا بنصنع البكر ده. البكر ده في الأول كان بيستوردوه من بره، بس احنا الحمد لله في خلال سنة مشروع التخرج اشتغلنا عليه كتصميم وتصنيع لحد ما صنعنا أول خط إنتاج مصري يصنع الخيوط دي. ده باختصار بسيط. المكنة بقى عبارة عن إيه؟ زي مسدس الشمع كده، لما بندخله الشمع وبنسيحه ممكن نعمل منه اي شكل. هكذا المكنه برضو داخل لها بكره خيط وهي برضو بتسيحه وتعمل منه اي شكل باي لون مختلف. طيب ديفيد، الفكره جات لكم ازاي اصلا من البدايه، وليه اخترتوا ان احنا نعمل صناعه الطباعه ثلاثيه الابعاد؟ اول حاجه احنا لما جينا نفكر نختار مشروع التخرج اللي هنشتغل عليه، اول حاجه قلنا ان هو لازم يحل مشكله. تاني حاجه قلنا ان احنا مش عايزين نعمل حاجه تبقى جاست مشروع تخرج وخلاص، لا احنا ممكن نكمل عليها بعد مشروع التخرج. تالت حاجه ان طباعه ثلاثيه الابعاد كل يوم استخدامها بيزيد، يعني حسب شركه رائده في تصنيع ال 3D برينتر او الطباعه ثلاثيه الابعاد ان هي بتتوقع سنه 2024 ان هيبيع 180,000 3D برينتر. فاحنا قلنا بقى يعني نجد في الحته دي او نغطي الاحتياجات بتاعت مصر يعني دلوقتي وان شاء الله. اللي هي ايه يا ديفيد؟ يعني المنتجات او المخرج من هذه الطباعه عباره عن ايه؟ بيستخدم في ايه؟ لو هنقول مثلا في القطاع الطبي، هم بيستخدموه دلوقتي في الاسنان المفقوده، او بيرفعوا يعني بيشوفوا السنان اللي مكسوره او اللي ناقصه حاجه فبيعملوا لها طباعة ثلاثية الأبعاد ويحطوها طبعا بماتيريال مختلفة. لو قلنا وبرده لو واحد إيده اتكسرت أو حاجة بيعملوا له دراع برده مطبوع ثلاثية الأبعاد، ده في القطاع الطبي. لو في القطاع مثلا بتاع النماذج أعداد النماذج الأولية بيعملوا ماكيت مثلا قبل ما يعملوا مشروع بيعملوا ماكيت ليه، فدي برده مستخدمة طبعا في القطاع الصناعي ده بشكل كبير. لو أي جزء من مكنة بدل ما يجوا يصنعوه تاني او بدل ما يجوا يستوردوه بره، لا ممكن يعملوه من برضو ماتيريال مختلفه جوه، يركب جوه المكنه دي. فاحنا قلنا في نفس الوقت هو صناعه يعني ابجريد كل شويه. تاني حاجه ان هي هتبقى توطين لصناعه الفيلمنت في مصر، فده اللي خلانا نختاره يعني. طيب ديفيد، يعني بالنسبه للكواليتي او الجوده، انت كنت بتتكلم على فكره انه المنتج المستورد جودته عالية واحنا محتاجين منتج محلي يكون بنفس الجودة إن ما كانش أفضل. احكي لي بقى عن رحلة عامة المقارنة وازاي ان انت اخترت او كنتوا حريصين على ان انتوا تخرجوا منتج جودته عالية. هو بصراحة موضوع الجودة ده كان تحدي بالنسبة لنا، لأن الخامة هي الخامة، يعني كل الفكرة ان عندي خط انتاج بدخله شوية خرز يخرج بكره سواء هنا في مصر او بره. كل التحدي بالنسبه لنا كان الجوده. طبعا احنا عملنا يعني شوط كبير في موضوع الجوده. كان اكبر حاجه بتقابلنا في الاول مشكله الرطوبه. طبعا بعد كده عملنا شويه ابديت لخط الانتاج ان احنا نعمل مجففات ونبرد ميه ولا هواء، شويه فنيات كتيره.
لحد ما حلينا موضوع الرطوبة. تاني مشكلة بالنسبة لنا كانت مشكلة كتر الفيلمنت ده، أو خط إنتاج الخيوط اللي إحنا بنعمله ده بيبقى بقطر معين، عشان لما يجي في يركب في مكنة طباعة ثلاثية الأبعاد ما يسدش الفونية، فأنا ما ينفعش أنزل منتج مصري بيعمل مشاكل، فأكيد طلب الشراء عليها هيبقى قليل. فده كان تحدي تاني بالنسبة لنا. عرفنا نعمله يعني زي هاك كده، او بصناعة مصرية بسيطة يحل المشكلة دي. بس طبعا في مشاكل، يعني مش زي المستورد، ان هو المستورد ستاندر 1.75، احنا كان في مارجن فوق وتحت بتاع 1/10 مللي يعني. يعني بحيلة زي ما انت قلت كده، حيلة قدرتوا ان انتوا توصلوا لها ان انتوا تزودوا جودة المنتج المصري. بالظبط، لحد ما صنعنا اول بقرة. انتوا حتى الان طلعتوا بس البقر لكن ما انتجتوش حاجة، ولا انتجتوا؟ هو البقر، ما هو البقر ده المنتج بتاعنا احنا، انا مش فاهم. بنبيع انت بتبيع احنا مش البقر بس، يعني اقصد مش بتدخل بقى كمان بالظبط. في تصنيعه بحسب الاحتياج مثلا للطب للصناعة او كده؟ ما هو التصنيع ده بقى اللي محتاجه بياخد البقر وبيصنع زي ما هو عايز، يعني مثلا مراكز اعداد النماذج الاوليه بياخدوا البقر ده، وهم عندهم مكن بيحطوا عليه بقى ويشوفوا حسب التصميم اللي هم محتاجينه تمام. ويطبعوه طيب وهكذا. البقرة دي تكلفتها قد ايه؟ يعني لو هنحسب مثلا ونقارن ما بين البقرة اللي اتصنعت في مصر والمستوردة، مظبوط. تكلفتها قد ايه؟ البقرة المستوردة الكيلو ب 500، من بيتراوح من 550 ل 600 جنيه، احنا الطن عامل 190 الف، يعني الكيلو 190 جنيه لا في دي فرق، فرق تكلفة كبير. البقرة. بس ال 190 جنيه تكلفة المادة خام، لسه فيها يعني بنجيب بقر بلاستيك، البقرة البلاستيك اللي بتلف عليها، ماشي. وتكلفة الكهرباء وتكلفة احسب لي تكلفتها يعني نهائي. التشغيل. بالظبط 60 جنيه، ف 190 زائد 60 250 جنيه من غير أي نسبة ربح، ولا يعني من غير أي مارجن ولا أي حاجة، 250 جنيه. يعني معلش استكمالا كان للسؤال، نتكلم النص اقل من النص. اتفضل. يعني استكمالا لسؤال شاذلي، انت قلت البقره المستورده حوالي 500 600 جنيه صح كده؟ مظبوط مظبوط. طيب لا، انا لو هاجي اشتري منك البقره دي حتى بهامش الربح، يعني حوالي قد ايه الفرق بقى قد ايه؟ ما احنا لسه ما يعني ما نزلناهاش منتج على ارض الواقع، لسه ما حطيناش نسبه الربح، لسه ما عملناش. انا بتكلم كنسبه تكلفه بس 250 جنيه طيب كتكلفه ماده خام وكهرباء وكل يعني يعني حاجه متعلقه المنتج بالانتاج. كله من غير هامش الربح. طيب برضو احنا شايفين مظبوط مظبوط. ونتابع دلوقتي على الشاشة ان المشروع الحقيقة كمان شايفين فيه ماكينات، يعني كان لازم يكون عندكم مكان معين عشان تقدروا ان انتوا تخرجوا المنتج ده. مين يعني مين اللي ساعدكم ان انتوا تشتروا المكان ده، وقيمته تقريبا قد ايه، تكلفة قد ايه؟ هو احنا الحمد لله من ساعة بداية الدراسة احنا قدمنا في أكاديمية البحث العلمي وخدنا فند ب 75 ألف جنيه، تمويل يعني. تمويل. مظبوط، خدنا تمويل من أكاديمية البحث العلمي، هي اللي كانت بصراحة راعي لينا يعني. فابتدينا ان احنا بقى نفكر ان الموضوع مش هيبقى جاست ماكت او حاجة كده هنعملها وخلاص، لا احنا مدام الحمد لله معانا فند او معانا تمويل، فهنبتدي بقى نبتدي بخط الانتاج اكنه جاي من بره. فابتدينا اول حاجة نعملها نبعت لبتوع الصين او الناس اللي بتصنع الخطوط الانتاج دي، ونشوف البروشور بتاعهم، نشوف المكان بتاعهم ده مواصفاته ايه، طب عملوه ازاي، طب ايه الكريتيكال بوينت بتاع اليونت دي، طب دي عاملينها ليه. وقعدنا نعمل كده ريفرس انجينيرنج ان احنا ازاي نصنع المكنه دي. ومع كل بقى جزء، يعني كل جزء من خط الانتاج ده، ابتدينا ننزل للفنيين عندنا والكوادر اللي بيصنعوا الجزء ده. طبعا المنتج عشان مش مشهور قوي او لسه ما يعني مش دارج في السوق، فمحدش عارف عنه حاجه، بس يعرف ازاي مثلا بيصنع خيوط سلك الكهرباء، ازاي بيعرف يصنع المواسير، يسحب المواسير اللي بتمشي فيها سلك الكهرباء. دي كلها منتجات متقاربه، ان هي كلها خط انتاج لسحب، بس طبعا ايه باختلاف الخامه وباختلاف انت خدت الفكره القطن. زي ما انت قلت، خدت الفكره ونزلت مظبوط. للصنايعيه على الارض، قلت لهم نفذوا لي في التصميم. كوادر. نفذوا لي بالظبط التصميم ده، بالظبط. وهم عندهم حاجات مماثله. انا عاجبني كمان انه حتى الماكينات اللي انتوا شغالين عليها ما فكرتوش في استيرادها، لا دي حاجه برضو لا جميله ان لا انتوا فكرتوا في تصنيعها. فاذا المنتج بالكامل من انتاجه وحتى الانتهاء من تقفيل هذه البكرات بتاعت البلاستيك ومن ثم استخدامها في الصناعات المختلفة، كله مصري وبأيادي مصرية من اول المسمار لحد اكبر من يونت اول في ال الفكرة كمان، ودي حاجة كويسة جدا تحسب بالظبط لكم.
اه بالظبط، لحد ما احنا واحنا بنعمل تصميم كمان كنا عارفين، كنا قايلين ان بعد كده خلي بالنا ان احنا هنشتغل على كذا ماتيريال مثلا او كذا ماده خام، فكل ماده خام مثلا ليها درجه حراره معينه، درجه انصهار. فاحنا بنفكر اصلا في الاول احنا مش هنعمل مثلا ماده خام واحده، لا فهنركب سخانات بدرجات حراره مختلفه، عشان لو انا هحط وليكن ماده اسمها اي بي اس درجه الانصهار عندها 200 فهظبط على 200، ماده اسمها بي ال اي دي درجه الانصهار 220 فهظبط على 220. فانا عارف من الاول ان انا هركب مديول اتحكم فيه بدرجه الحراره، وهكذا في كل يونت يعني. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنحييك شكرا ديفيد مالك لحضرتك. تيم ليدر الفريق المنفذ لإحدى المشروعات الفائزة بمسابقة تحدي مصر للصناعة. شكرا ليك يا ديفيد. كل الشكر ليك طبعا وللفريق اللي معاك، وده مثال واقعي على ربط البحث العلمي بالصناعة، حتى وصلنا إلى أننا عندنا مخرج نهائي يا جماعة، دي حاجة طبعا مهمة جدا. طبعا يا محمد، أكيد.